كيف يعني خلصتي منها؟ يعني خلص بح قلعتها شرشحتها مسحت فيها المزابل كلها، خلصت منها ومن همها وخلصتك من جوزها حتى يلي كل يوم والتاني بنطلع عندك على طلبات وأوامر. شو بعرفني؟ انتي بتعرفي شو عم تحكي؟ فاروق فكرتك رح تنبسط. انتي غبية ولا عم تستغبيني؟ لك ان شاء الله مفكرة انتي عم مرق له صفقاته لنبيل على سواد عيونه ولا عيونك ولا عيون بنت خالتك هبة؟ لك يا مدام كل قصة عم مرق له اياها عم بقبض من وراها الوف وملايين. بس انتي ما فهمت. مو ضروري فهمك واحكي لك ولك الولد الاجدب بينقطع الطاير. اسمعي من بكرة الصبح بتروحي بتصلحي كل شيء وحسك عينك بقى تتصرفي شيء من راسك هذا اللي بده تكسير. لك ليش هيك عم تحكي معي؟ لك لأنه لو بنت خالتك خبرت جوزها رح يلاقي 100,000 واحد يمشي له أموره، ساعتها مين بيخسر يا طرمبة؟ بس فالج لا تعالج، سم الهاري إن شاء الله. جنني يا مدحت، رح تجنني. لك خجلتني قدام خالاتي، لك جاي لي باركولي بالحبل، طلعوا هون زعلانين مني. معلش يا حبيبتي بتعصب معاكي. بصي هي نانسي كده من ايام ما كانت صغيره، تحب الهزار والضحك والفرفشه والتمثيل، بتموت في التمثيل. اي هزار واي تمثيل هاد؟ لك خلتني قد الكمشه قدام خالاتي. قد الكمشه؟ ايه مدحت قد الكمشه. ما بتعرف شو عملت؟ لك فاتت لابسه اواعي مشقشقه، ما شفت انت النظره المنكسره والمسكينه؟ لك خليت خالاتي يفكروني خالتها مرت ابوها لسندريلا. يا الله الله عليك يا نانسي، بموت في حركتها اللي زي العسل دي. قمر قمر بالله. شو انا عم بشكيلك منها؟ بتقوم انت بتتغزل فيها؟ مدحت رح تجيني الجلطه، رح تنقطني. سلامتك من نقطه حبيبتي. ارجوكي ارجوكي بلاش عصبيه، انت حامل عصبيه ما تنفعلكيش خالص. مش كده ولا ايه؟ كده انا هعمل لك اللي انت عايزاه، بس ما تعصبيش نفسك. وعدني. بوعدك. بتحكي مع بنتك بتقول لها مشان الله مشان الله تقعد عقلي. حاضر من عينيا. خلاص خلاص يا عمر. ولا صغنن. اه طبعا امك مزه وانت قاعد جوه مستريح على الاخر. اخبار صغنن ايه؟ لساته صغير كتير لأحكي لك عنه قصص وحكايات.